يلا يلا يا ماما يلا ابراهيم بتقول ايه عادي يا بنت اخلصي يلا اسمها آية هاني ماهر حسين عمار بشوي نبيل عبد السيد تدرس إبراهيم حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء للمعاقبة آية هاني ماهر حسين عمارة بالإعدام حنقا عما نسب إليها وألزمتها المصاريف الجنائية. ثانيا بمعاقبة المتهم بشوي نبيل عبد السيد تدرس إبراهيم بالحبس سنتين وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. عرفت انت المدرب ايه؟ المواد دي اهي. خلاص؟ انا بشوية يا فندم مظلوم بامانة ربنا، قضي سنتين ومظلوم بامانة ربنا. صدقني كمان انا ما اسمعش الصوت. صوت انت انسان خطير. كما اصدرت حكمها يا ماركا بالبراءة وإيداعه بمستشفى الطب النفسي. يلا يلا يا ماما يلا إبراهيم بتقول إيه؟ عادي يا بنت اخلصي يلا بشكر أي حد وقف جنبنا طبعا بنشكره وبنشكر الأستاذ أحمد بنشكره كبير كبير كتير جدا 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 من هنا اللي مش هنقدر نقدر نشكر تعزيزه بجد مش هنقدر نقدره بجد ولا قلب ولا يقدر جميل بجد يعني بجد وقفته وقفت مش كلمة أولت لا بجد بحقي وحقيقي الدموع اللي في عينيك دي دموع ايه؟ مش بعرف مال فرح طبعا النهاردة الإعدام شنقاً على المتهمة آية حلال حالها لأن البنت دي كانت طيبة والله وعمرها ما عزت حد هي يعني غلبان عمرها ما عزت حد يتيمة وملهاش إخوات إلا هي هتزوريها النهاردة؟ يعني ربنا يصبر قلب أمها بصراحة هتزوريها النهاردة؟ أكيد طبعا هتقولي لها إيه أول ما أنت تخش على القبر أنت كنت المرة اللي فاتت نامي وارتاح المرة اللي فاتت قلت لها نامي وارتاح ربنا مش هيسيبك المرة اللي فاتت قلت لها دود كالك يا بنتي حصل فاكرة لحظة أيوة قلت لها دود كالك يا بنتي لأن هي ما سابتش فيها حاجة يا عيني حتى احنا يعني بسبب بهدلتها ان احنا ما عرفناش نتعرف عليها من البهدله اللي البنت كانت مبهدلها لها الحد والتقطيع واللي هي كانت فيه ما كانتش باينه انها فرح اصلا الجميله الحلوه ما كانتش باينه هي دي النهارده المتهمه كانت بتضحك ومبتسمه وده شيء غريب الحقيقه انت شفتي ده ازاي ومش غريب عليها لان اللي عندها قلب تضحك وتعمل وتقطع وتعمل اللي هي تعمله دي ما فيش قلب اصلا دي ما فيش قلب اصلا بالاحساس خالص كلمينا كده عن بدايه القضيه وساعه ما كلمتكم وقالوا لكم تعالوا شوفوا الفرح بتاعكم ايه اللي حصل فيها والله لما اتصلوا علينا في اسم تاني وقالوا لنا ان تعالوا تعرفوا على بنتكم ما احنا قلنا له لا نتعرف ازاي يعني مش فاهمين الكلام يعني هي عامله حادثه في مشكله في ما اعرفش ايه لان احنا عارفين فرح ما فيش مشكل بالنسبه لها يعني هي بنت متعلمه في الثانوي وما فيش اي مشكله بالنسبه لها ما فوجئنا اللي هو قال لي في المشرحه طب ازاي طب ما وبعدين فوجئنا بقى انها قالوا واحد وواحده اللي عملوا فيها كده وما كناش متوقعين بصراحه ان الواحد والواحده دي تكون هي ايه اللي هي ايه صاحبتها اللي هي بتنام معاها اللي هي بتقعد معاها اللي هي بتاكلها ببقها اللي هي بتلبس لبسها ما كناش متخيلين ان البنت دي هي اللي تعمل فيها كده
قولي لي النهارده اما فرح كانت تستاهل كده من ايه؟ لا ما تستاهلش طبعا، لان اللي تعمل كده مع صاحبتها وتديها كل حاجه وتاكلها وتشربها وتنيمها معايا وتاخدها معاها عند جدها وتقعدها معاها. فرح جات لك تقول لك زي الفتره اللي فاتت دي، فرح كانت بتجيلي في الحلم قبل ما تتدفن. كانت دايما تجيلي وتقول لي يا خالتي انا عايزه هدومي، يا خالتي خديني من هنا يا خالتي. ما لما عرفت الحلم دوت ايه، عرفت انها كانت عايزه انها تتكفن وانها تندفن لان تعبت من اللي اتعمل فيها. بحكم ان انت اقرب واحده ليه؟ ايوه انت اللي مربياها. ايوه مربيها احنا وولدي. مر عليكي بقى الفتره ان هي غاب، ان هي قعدت في المشرفه وبعد مده طويله جدا. لا احنا مش مصدقين انها ماتت لحد دلوقتي اصلا بصراحه، لان هي معانا في كل حاجه، يعني مش مصدقين ان هي كانت هنا مع عيالي، وكانت يعني دايما تجيلي ودايما تقعد تلعب دايما مع عيالي وكانت بتحبهم. ما وبعدين هي اصلا والله مش البنت اصلا ما بتاذيش حد ولا بتعمل حاجه وحشه في حد اصلا، يعني ما كنتش متخيله انها تموت موته زي دي اصلا. النهارده بقى بعد متخيلها بصراحه. اول ما سمعتي الحكم النهارده كان احساسك ايه؟ يعني والقاضي فرحانه طبعا انها ربنا طبعا اول حاجه خد لها حقها، والقضاء برضو الحمد لله يعني كويسين جدا جدا لانه برضو تعبوا. والحمد لله انا اشكر بصي من اول الضابط لغايه القاضي لغايه كل حاجه، واستاذ احمد الخولي طبعا وقف جنبنا كتير. كلميني عن دور استاذ احمد الخولي. اكني هو من اهلنا بصراحه، مش هو المحامي بتاعنا بصراحه، هو اكنه واحد من اهلنا، اكنه واحد من اهلنا بصراحه. بصراحة ربنا هو عاملنا مش اللي احنا موكلين بصراحة، هو عاملنا اللي احنا منه من اهله. حتى قال لي البنت دي انا مختبرها انها بنتي، هو الاساس كانها بنته، يعني هو الاساس. قال لي انا متولي القضية اكنها بنتي بالظبط، مش عايز منك حاجة اكنها بنتي. حتى يوم القبض على ايه كانت لابسه لبس فرح؟ كانت لابسه لبسها. فرح كانت مأمنة لها لدرجة ان هي تديها لبسها وتقعد معاها كده. قولي لنا اسباب اللي حصل ايه؟ ايه عملت كده ليه؟ هي بتغير منها في كل حاجه، البنت لبسها حلو، هدومها حلوه، شيك في نفسها، متعلمه، كانت دايما تغير منها. حتى انا لما شفت كده قلت لها بلاش يا فرح وكده، وكان مش عاجبني يعني نظام اسلوبها في الكلام ولا لبسها ولا كده. ما قالت لي يا خالتي انا ماليش اخوات ومختبرها اختي، ومعلش يا خالتي مخليها معايا ومعرفش ايه وكده. فلما لقيت البنت متمسكه بها اكتر من اللازم ما سبتها عادي، انها يعني مش هتضرها. انت كواحده يعني كخاله مربيه فرح، انت كان ليكي اعتراض على ايه؟ يعني اعتراض على ايه؟ انت شايفاها ان سلوكها مش كويس. بصي ايه دي مش حد كويس خالص، بنت مش كويسه اصلا. بصي بس هقول لك على حاجه، هو السبب اللي البنت ايه دي فيه هي امها وابوها. ازاي بقى؟ منهم لله بصراحه ربنا، هم اللي وصلوها لكده. سابوها في الشارع، انت عايزه واحده اهلها يسيبوها في الشارع، ام تتجوز واب يتجوز، وسابوها ورموها. حتى ستها اللي كانت قاعده معاها قالت لك لا مشيها مش كويس وسابوها، دي ضحيه امها وابوها. رخرة اللي اتعمل فيها هي عملته في المجتمع، عملته في اقرب الناس لها. لو كل حد فكر ان رمى عينه مش هيحصل ده كله. ليه ما انت عاقل في دور الحكم؟ كنت بتدوري على والده؟ منعناها كتير، منعناها كتير. قالت انا يا خالتي انا يتيمه ماليش حد. هي كان والدها ميت، بس هي ما كانتش بتحب تقول اللي باباها ميت عشان يعني ما حدش يبص لها، بس مثلا ايه ان يعطف عليها، ما اعرفش. ما كانتش هي حابه كده يعني، ما كانتش بتقول. ما والدتها ما خلفتش الا هي. انت كنت حاسه ان هي ان البنت دي ممكن تعمل فيها كده في يوم من الايام او يحصل لها كده؟ البنت اسلوبها وحش، بتتكلم بنرفزه جامده، بتتكلم باسلوب مش كويس. كان باين عليها اصلا النهارده ان هي شايفه ان رد فعلها في الضحك النهارده بعد الحكم عليها بالاعدام ده لا مبالاه عندها. ايوه قال انا خلاص بقى، انا خلاص كده كده هتعدم بقى، اضحك ما اضحكش خلاص عادي بقى بالنسبه لي. انت النهارده كنت بتدوري على حد من اسره ايه، كنت نفسك تقولي لهم ايه؟ كنت نفسي اقول لهم حسب الله ونعم الوكيل فيكم، قول لهم انتوا وصلتوها كده ووصلتونا احنا كمان كده، دمرتوها ودمرتوها. دمروا اثنين. الله ونعم الوكيل فيه. دمروا اثنين. ايه وفرح. ايوه الام والاب، حتى الاب لو ما عششش الام تعشش، مش تشوف نفسها وهي عندها عرايس
تشوف نفسها وتتجوز وهي عندها عرايس وتسيب عيله زي دي تتدمر وتدمر معاها بسبب اللي امها عملته فيها هي عملته في الناس. كنت عايزه اقول لها حسب الله ونعم الوكيل فيكي وخلي بالك بقى من اللي فاضلك ما تدمرهوش كمان. حسب الله ونعم الوكيل في اللي انت فيه. يعني كلمه اخيره النهارده تقوليها للفرح بعد النطق بالحكم تقولي ايه؟ اقول لها طبعا افرحي ان انت في تربتك يا بنتي مرتاحه وانت ربنا جاب لك حقك قبل كل شيء. ربنا جاب لك حقك عشان ربنا عالم ان انت مظلومه من اللي اتعمل فيك لان هي ما كانتش تستحق انها تتغاز انها تتقطع انها تتحرق انها يقطعوا من جسمها حتت. يعني ما هنش عليك يعني هنت عليكي زاويه بتاكلك في بقها ده بتديكي الاكل بايديها بتحطهولك في بقي ده كانت بتكتب لها عن نتف. ربنا يحرسك من العين يا روح قلبي ربنا يحرسك من العين يا اختي. يعني وكانت صورها على طول يعني لو وريتك صور كتير انا حرقاها وقصاها من صورها هي وهي تقول ما تتخيلش اصلا. هتروحي النهارده تفرحي مامه فرح وتقولي لها؟ ايوه طبعا هتفرحها وتبرجي نارها معايا على اتصال على طول وبنكلم بعض والحمد لله بتعرف كل حاجه لوحدها كمان بصراحه. ربنا يخليكم طبعا كلامكم بينتشر والله في كل الدنيا. ما والدتها بتعرف والله من قبل ما انا كمان ما اقول لها والله بتعرف بامانه ربنا. ربنا يخليكم ربنا يشكركم ويخليكم اصحاب حق على طول يا رب وتجيبوا حق الناس. مستشار احمد الخولي قدامك اهو يعني عايزين توجهي له كلمه من خلالنا يعني تقولي له ايه؟ احمد الخولي مش محامينا ده هو محسسنا اللي احنا منه والله العظيم اللي هو عمله معانا محسسنا ان احنا منه مش اللي هو المحامي بتاعنا بصراحه. مع المستشار انت كنت واخد القضيه دي بشكل شخصي مفيش حاجه نقدر نقولها مش موكله عندك مفيش حاجه اكتر من اللي هو عمله نقدر نقولها لان عمل كتير معانا عمل ياما عمل مع فرح بتاعته فرح دي بتاعته منه عمل معاه كتير دي عمل اللي محدش يقدر يعمله معاه القضيه دي من شهر 7 لغايه دلوقتي يعني عمل اللي انت تعبان معاه عمل كتير معاه فرح عمل الخالي ده عمل كتير عمل كتير كتير من الاول لا انا مغدور بيها هي مغدور بيها مغدور بيها ده حقيقي. شفت النهارده ابتسامه المتهمه هنقول برضه دي حاله ذهول برضه بس حكم اعدام سهل يعني ولكن كان حكم متوقع في دعوه مدنيه هترفعوها؟ طبعا في دعوه مدنيه او حاله الدعوه المدنيه. كلمني عن الدعوه المدنيه. والله الدعوه المدنيه هنحاول بقى نجيب تعويض يبرد قلب ام فرح شويه حتى يعني مع ان طبعا مش موجود مش هيبرد بس اهو يعني. فعلا المتهمه كانت ضحيه. والله هي ضحيه ظروف برضه. ضحيه الاب والام واللي انا قلته قبل كده خالص التفكك الاسري. التفكك الاسري هو اللي بوظ المجتمع. السبب الاساسي. يعني مبروك ومبروك يا خالد فرح الله ما ضيعش حاجه. هي اقول لها نامي يا بنتي وارتاحي ربنا جاب لك حقك قبل كل شيء والقضاء العادل بتاعنا بصراحه ما بشكر الاستاذ احمد من جميع الناس كلها من جميع الناس كلها اي قاضي تعب في القضيه دي بصراحه احنا بنشكره اللي هو جاب حق عيله زي دي وقدرها انها بنته. يعني اي قاضي تعب في القضيه دي او وكيل نيابي او ضابط او اي حد او ضابط مباحث تعب في القضيه دي احنا بنشكره طبعا لان هم عملوا جهد جامد عقبال ما جابوا البنت ديت ماشي وعقبال ما مع طرفه وعقبال ما جابوا ناس وعقبال ما بس حققوا في القضيه يعني هم تعبوا جامد بصراحه. نختم الكلام معاك عايزين يحيى العدل. يحيى العدل طبعا بزرغوته بقى لو سمحتي يلا يحيى العدل. يحيى العدل طبعا في كل حاجه. يا رب اي حد زينا يا رب يفرح الفرحه اللي احنا فيها كل الناس اللي كانت متعاطفه مع فرح تقول لهم يا رب كل الناس اللي كانت متعاطفه مع فرح طبعا انا بشكر اي حد قدرها انها بنته وان صعب عليها الحاله بتاعتها لان فرح فعلا تستاهل كل خير والله فرح تستاهل كل خير الله يرحمها لان عمرها ما اذت حد الله يرحمها الحمد لله ادعي لها بقى الحمد لله ادعي لها بصي ربنا كده وادعي لها واللي زيها ربنا يرحمها يا رب قادر يا كريم بحق جاي النبي ربنا يرحمها هي واللي زيها يا رب.